موضوع جديد قديم، سنين وسنين بنتناقش في نفس القضية، لدرجة ان انا بقيتش عارف هو من حسن حظه انه ما بقاش او ما حدش قومه، ولا من سوء حظه ان ما حدش قومه. لان اعتقد لما في يكون لاعب على مدار تاريخه في كمية التجاوزات والاساءات والخروج على النص، اعتقد لو كان في نادي اخر كان زمانه بطل كرة من زمان. فهل ده حسن حظه ان هو في نادي سمح بالتجاوزات دي، ولا سوء حظه؟ طيب الموضوع باختصار شيكابالا. البعض دايما يصور ان احنا لما نطلع نقول في اخطاء بتحصل من شيكابالا، اصل انتم متضايقين من شيكابالا واصل، لا خالص اطلاقا اطلاقا، ما عندناش الكلام ده، والتاريخ يشهد وجبنا ارقامه كده قبل كده كذا مره قدام النادي الاهلي، وكل القصه كلها حتى لما بيسجل اهداف بتكون اهداف في مباراه النادي الاهلي بيحسمها. فما فيش موضوع فكرة ان احنا قلقانين من لاعب او ما شابه، بالعكس هو ايقونة بالنسبة لمباراة القمة، وتواجده بيكون فائلة حسن لجماهير النادي الاهلي، فالقصة مش كده خالص. لكن القصة مش مع كل احتفال بمباراة او كل احتفال ببطولة تطلع تسيء لجماهير النادي الاهلي، والمفترض ان احنا ما نردش، المفترض ان احنا ما نتكلمش. طلع ناس قالوا اصل هو بيبقى رد فعل. طب يا جماعة، في المباريات اللي ما بيكونش فيها اصلا جماهير للنادي الاهلي بيكون برضه رد فعل ولا بيكون فعل؟ قلنا يا جماعه اي حد عنده فيديو لتنمر على شيكابالا من جماهير النادي الاهلي يطلعه ويعرضه، ومستنيين اي عقوبه تطبق على جماهير النادي الاهلي. احنا هنا ما بندافعش عن خطا، لو لاعب عندنا اخطا ما بندافعش ولا بندافع عن قضيه خسرانه، لان احنا هنا ملتزمين بمبادئ واخلاقيات، لان دي روح رياضيه لازم تسود الملاعب الرياضيه. لكن تكرار التجاوزات مره ورا مره ومفيش حساب خلى التجاوزات تصل لرئيس الاتحاد، يعني رئيس اتحاد الكره اللي بيدير المسابقه، تم التجاوز من لاعب في نادي الزمالك في مراسم تتويج. ممكن نعرض الصور عشان تبقى الامور واضحه، ليه شيكابالا حتى هذه اللحظه لم يحاسب؟ ادي صور واضح جدا العنف تجاه رئيس اتحاد كره القدم في مباراه المفترض بيتوج فيها نادي الزمالك بالبطوله. متى يتم حساب شيكابالا الحساب الذي يستحقه؟ ده السؤال. مش هيحصل يا اسامه، ولو حصل هيحصل متأخر قوي. اللي بيعمله شيكابالا على مدار سنوات اللي احنا وصلنا ليه هو المنتج النهائي، منتج نهائي من سنوات استحق فيها رئيس اتحاد الكرة المشهد اللي قدامنا ده. لأن لما صدر إساءة لجمهور النادي الأهلي العظيم الناس كلها سمعتها وشافت الفيديوهات، هو ما عملش حاجة. شفنا واقعة الشناوي كان في ثانية بيصدر قرار بعد بيان النادي الأهلي عشان خاطر يقول أنا أحمد مجاهد، أنا هنا، أنا موجود. شفنا كابتن أحمد كشري قبل مباراة الزمالك بيتوقف 8 مباريات ومحدش عارف إيه الواقعة، بس مجرد التقرير. شفنا كل ده بيتم التغاضي عنه ليه؟ عشان شيكابالا يروح ويحضر لحظة استلام الدرع. بس كان آدي الجزاء في الملعب قدامنا، وهو التجاوز والإساءة لرئيس اتحاد الكرة شخصيا، وبيتمسك عشان ما يروحش يعتدي عليه. تخيل لو محدش كان تدخل في المشهد ده وشيكابالا كان اتساب، كان وصلنا المشهد عامل ازاي؟ فين الناس اللي اتكلمت عن مشهد كهربا وعقوبات كهربا ووقعة كهربا في واقعة كانت مع كابتن محمد فضل وما كانش فيها المستوى اللي احنا شايفينه ده ولا الأحداث دي؟ شيكابالا هو نتاج منظومة احنا كلنا باستثناء الناس اللي اتكلمت فيها من بدري هم اللي وصلوه للملعب ده. فكرة صناعة بطل عن طريق الإساءة لرموز في نادي، الإساءة لجمهور المنافس وجمهور نادي، فكرة سلسلة من التجاوزات على مدار سنين، والبعض كان بيحاول يوصله ان هو دور الضحية. هو البعض دلوقتي اللي يتكلم على استحياء يا اما ما تكلمش. انتوا اللي وصلتوا شيكابالا لكده. انا عايز اقول اي مشهد في العالم في لاعب بيحاول يعتدي على رئيس اتحاد الكره، اللي احنا عندنا تحفظات كتير على ادارته، ولكن كنت حريص ان شيكابالا يحضر الاحتفال ويشيل الدرع، ادي كان الجزاء، لان انت ما طبقتش اللائحه وتغاضيت عن اللائحه. اللي بيعمله شيكابالا هو مسلسل من الاساءات والتجاوزات كان كافي بشطب اي لاعب من سنوات من سجلات الكره المصريه، وكان محتاج مسؤولين بجد يقوموه.
الحقيقة شيكابالا ما فيش حد دعمه إلا لما شيكابالا انقلب عليه، سواء جماهير الزمالك انقلبت على انقلب عليهم شيكابالا في وقت من الأوقات، نادي الزمالك نفسه شيكابالا اختار في وقت من الأوقات أنه يتركهم ويهدد بالرحيل ويحترف بالخارج غصب عن نادي الزمالك، وكمان قال أن أنا لما هرجع أنهي مشوار حياتي فأنا أفضل نادي آخر عن نادي الزمالك، وقال اسم النادي، ومع ذلك دعموه. مشكلتهم مفيش مشكلة خالص براحتكم، بعض نجوم الزمالك القدامى اللي شغالين في الإعلام كتير جدا دافعوا عن سلوكيات شيكابالا انقلب عليهم، آخرهم الكابتن احمد حسام ميدو اللي طلع بوضوح وللامانه يعني طلع قال ان هو ضد الموقف ده وضد الاحتفال اللي احتفلوا شيكابالا بعد الفوز على الانتاج الحربي، ولكن حق الكابتن احمد مجاهد هو حر فيه يطبق لائحه ما يطبقش لائحه، هو المتهم وهو المدان في حاله عدم تطبيق لائحه على شيكابالا اللي اقل عقوبه ليها 8 مباريات إن ما كانش 8 شهور، ده هيرجع لإيه؟ لتقرير حكم المباراة، لو في اعتداء أو محاولة اعتداء لازم العقوبة تكون 8 شهور و200 ألف جنيه. 8 شهور و200 ألف جنيه، طب لو هي الموضوع زي ما شفناه بدون اعتداء وإن كان الصورة واضحة جدا إن في محاولة اعتداء، أقل شيء هو 8 مباريات إيقاف شيكابالا، ده كمان لما تيجي ترتب إن ده مش أول موقف يحصل في تاريخ شيكابالا، لا لازم تكون العقوبة عقوبة شديدة. لازم تكون عقوبة قوية، لكن مين اللي وصل شيكابالا لكده؟ اللي وصل شيكابالا لكده المناخ اللي نشأ فيه شيكابالا، اللي البعض منه كان يملك صوت الحق وطلع اتكلم زي الراحل الكابتن طه بصري، نطلع نشوف الكابتن طه بصري وحديثه عن فكرة شيكابالا وأزمات شيكابالا وتجاوزات شيكابالا. الصورة اللي احنا شفناها في مباراة المغرب الفاسد كانت طبعا يعني كانت غريبه علينا شويه وغريبه على الساحه الرياضيه انه لاعب بيطلع بالشكل ده. هو طبعا رد الفعل كان لازم ننتظر انه مجلس الاداره او كجهاز فني قرار صارم، يعني هي مش مساله النهارده انت اللاعب مش مساله تخصم منه فلوس، مساله خصم الفلوس. يعني احنا مش عايزين نعرض ونبي كتير يا ياسر بعد اذنك، خلينا مع الكابتن طه هو بيعلق بعد اذنك. يعني طبعا. مسألة الخصم يا كابتن طارق النهارده سهل جدا، لما تيجي تقول لواحد بياخد 2 3 مليون 4 مليون 10 20 مليون خصم 10% خصم 15% وهو موجود في الملعب، مش دي يعني مش ده العقاب، انما العقاب الحقيقي بالنسبه للاعب من وجهه نظرك من وجهه نظري الشخصيه بالظبط حرمانه من انه يلبس الفانيلا وانه يلعب. يعني لو قرار نادي الزمالك قرار صح وفي موقف مشرف وكريم لمدرب قدير، ما انت جايب مدرب المنتخب المصري اللي هو حقق 3 بطولات افريقيه جاي عشان يدرب ناديه وابن النادي، وحسن شحاته كابتن النادي وكابتن منتخب مصر وجايب بطولات للنادي ومتربي في النادي، يعني نجم كبير قوي، يعني مش جايب اي واحد تاني صغير كده قليل تحطه عشان حد يجي وحتى والله يتناقش لو اي واحد المنظر نفسه مش حلو. لا حصل قبل كده لا ما احنا ما هي فاهمك انا الكابتن طارق يحيى بيحاول باي شكل من الاشكال يبعد الصوره ويخلي الكلام عند الكابتن طه بصري في محاوله لتخفيف الام اللي ما فعله شيكابالا مع الكابتن حسن شحاته. الكابتن طه بصري رحمه الله عليه من الشخصيات المحترمه اللي يعني بتنال تقدير كبير جدا من جماهير الكره المصريه كلها، ليه؟ الاحترام احترام وروح رياضيه، والكره عباره عن تنافس داخل الملعب فقط لا غير، لا تجاوز ولا اساءه، لكن لما يكون التجاوز في حق المدير الفني المنتخب مصر اللي حقق 3 بطولات دوري ابطال افريقيا اللي هو اساسا اسطوره نادي الزمالك، الكابتن حسن شحاته اتكلم عن الواقعه دي بمنتهى الالم لما قال انا كنت شتمني وسبني بوالدي ورمى عليا العراقه وخارج بكلم ممدوح عباس بقول له ازاي هتعامل معاه تاني، طبعا كان رئيس نادي الزمالك وقتها، ازاي هتعامل معاه تاني؟ طب بلاش ازاي هتعامل معاه تاني؟ وبلاش ان انا نجم وتاريخي في نادي الزمالك وبلاش ان انا مدير فني كبير، انا هتعامل مع اللعيبه دي تاني ازاي؟ لما يكون في لاعب اساء ليا في الملعب على الهوا اتعامل مع اللعيبه التانيه هتسمع كلام ازاي؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان تم الاستغناء عن الكابتن حسن شحاته، اللي حصل ان النادي كان في ظهر شيكابالا، فلو عايزين تعرفوا ليه شيكابالا دلوقتي مش فارق معاه اي حد وشايف نفسه فوق اي حد
على اللعبه. شيكابالا اللي في نفس الدوري اللي هم احتفلوا بيه بيقول عايزين توجهوا الدوري وجهوه، كان بيكلم اتحاد الكره ومحدش عاقب. فطالما محدش عاقب استحمل بقى، لان القاعده معروفه، من امن العقاب اساء الادب. عاقب يا اسامه، اعتقد اتحاد الكره استجاب لكلامه. كابتن شيكابالا، عايزك تفتكر حاجه، كابتن طه بصري لما جمهور النادي الاهلي اي حد بيفتكره دلوقتي بيقول قبله الخلوق طه بصري، والله العظيم زي ما بقول لك اي مشجع اهلاوي بيقول الخلوق طه بصري. تعتقد انت الكلمه اللي ممكن تتحط قبل اسمك عند جمهور النادي الاهلي ايه؟ فكر فيها وانت هتعرف. تاني حاجه، زي ما قلنا لو كل اللي بيحصل مع شيكابالا نتيجه ردود فعل، هل اساء ليه كابتن حسن شحاته؟ اكيد لا، ولكن انتوا اللي على مدار سنوات مش عايزين تقوموا اللاعب، انتوا اللي على مدار سنوات مش عايزين تقولوا للاعب ده غلط، ده ما ينفعش. حتى الاصوات اللي كانت بتقول كده كانت هي اللي بتتهاجم وبتخافوا من حسابات وتوازنات جماهيريه لحد ما وصل اللاعب لكده. عايزين تعرفوا فين المفارقه؟ المفارقه في سنه 85 والنادي الاهلي بياخد موقف وبتشتعل ازمه مع مدرب النادي الاهلي كابتن محمود الجوهري على خلفيه لاعب وهو الكابتن محمد عباس، والنادي الاهلي بيصر على موقفه. هنا لما الازمه بتحصل مع اللاعب زي ما اسامه قال لكم كابتن حسن شحاته هو اللي مشي. الجميع مذنب، الجميع مذنب. المقارنه دي هي المقارنه، لا 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 هي مفارقه، مش مقارنه خالص. احنا النادي الاهلي معروف تاريخه يا فارس، ومش مش هندخل النادي الاهلي في الموضوع، لان انا بقول لما قلت انديه لو اللاعب ده في النادي الاهلي بالتاكيد ما كانش كمل. انا مش عايز ادخل النادي الاهلي في الموضوع، لان النادي الاهلي ابعد بكتير قوي من التعاملات دي. بالأضداد تظهر الاشياء، هذه هي القاعده اللي استخدمت في التاريخ وحتى في الدين، لأن الأضداد بتظهر الأشياء وبتعرفنا الفارق ما بين السلوكيات والمواقف. وعلى فكرة طبيعي جدا تعقد المقارنة، لأن نقول إزاي تنقذ لاعب أو إزاي أنت كنادي تنقذ كمان الأجيال اللي جاية، وإزاي تخلق ميت شيكابالا في ناديك. ما كانش ده بس المثال، كان كمان كابتن إبراهيم يوسف الخلوق أيضا وهو بيتكلم عن شيكابالا في موقف مهم جدا. نطلع ونشوف كابتن إبراهيم يوسف قال إيه. لا هو تصرف غير مقبول على الاطلاق. نعم. وهو شيكابالا يوم السبت عمل معايا تصرف، بس انا اسف يا كابتن مدحت مش هقدر اقول. معاك انت شخصيا؟ معايا شخصيا ليه؟ في حضور الكابتن حسام حسن، وفي حضور الكابتن ابراهيم حسن، وفي حضور الكابتن طارق سليمان. لا وانت كابتن مصر يا كابتن ابراهيم يعني. لا انا كمان بالنسبه له برضه حاجه ثانيه. يعني عارف يعني انا بالنسبه له ده أصغر من عبد الرحمن ابني، ده أنا جاي له عشان أهديه عشان عقده، لأنه هو كان طالب عقده. عقده اللي هو مضى. طب ليه يا شيكا؟ ما أنت خدت المقدم وخدت الفلوس. قال لي لا عشان ما حدش قال لكم في المجلس مبروك. ما حدش قال له مبروك يا كابتن إنك أنت مضيت لنادي الزمالك. فقلت له طب أنا جاي لك أهو عشان أقول لك مبروك، بس انت طلعت عينينا يا شيكابالا. راح سايب القعده وقام عشان ابراهيم يوسف كابتنه وكابتن النادي، وبرجع اقول واصغر من عبد الرحمن ابني. قال له ما انت طلعت عينينا يا شيكابالا الفتره. انت بتقولها له، انت بتقولها له بحب يعني. ده ضحك لدرجه كل الجهاز ضحكوا. انت متخيل الجمهور اللي بيتكلم عن فكره رمز الانتماء ورمز الوفاء؟ كابتن ابراهيم يوسف احد رموز الزمالك التاريخيين، هو اللي بيحكي الواقعة، هو اللي بيحكي تفاصيل المفاوضات. بس كمان بعيدا عن الجزء ده وبعيدا عن تفاصيل تخص نادي الزمالك، ازاي كابتن ابراهيم يوسف كان بيدي جرس انذار زي اللي اداه كابتن طه بصري، زي اللي اداه ناس كتير جدا، وكل ده وعلى مدار سنين بندخل في صراع فكرة ان لاعب ضحية لهجوم جمهور. كل المشاهد دي وكل الرموز دول وهم بيتكلموا ورمز تاريخ النادي الزمالك، وهو بيقول ما تعرض ليه على لسان شيكابالا زي ما حصل مع كابتن حسن شحاتة، وديك شايف كان رد الفعل ايه. التدليل على مدار سنوات هو اللي وصلنا لكده، وزي ما قلنا اذا كان ده بيحصل
في خص رموز نادي الزمالك فيما يخص جمهور النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي غير مقبول بالمرة، ولن نسمح باستمرار ده. ولو سمحتوا لو سمحتوا خدوا قرارات عشان ما نجيش نقول الجمهور بيشتم والجمهور بيسيء. الجمهور غلط، الجمهور اللي يعمل كده غلط، وعاقب جمهور ويمنع من دخول، واللي عليه مسؤولية خد حقك تجاهه. ولكن انت كدورك كمسؤول انك انت تعاقب اللاعب عشان ما نوصلش لمشهد ان الجمهور يحس ان اللاعب ما تعاقبش، فمفترض الجمهور يتحول لأداء ان هو بيعبر عما بداخله، لان المسؤول ما كانش مسؤول. خلينا نتكلم ان الكابتن طه بصري، الكابتن حسن شحاتة، الكابتن ابراهيم يوسف، هل حد يختلف ان دول اهم من رموز نادي الزمالك في مدار تاريخه؟ التلاتة لما بتيجي تذكرهم دايما زمالك، منتمي لنادي الزمالك، ولكن مفيش موقف تقدر تاخده في اخلاقيات على التلاتة دول. فلما التلاتة دول يتكلموا يبقى اكيد ده منتمي لنادي الزمالك، مش انا. احنا هنا جايين بس نقول كلامهم ونوضح كلامهم. لكن فكرة ان شيكابالا ليه اساء لجماهير النادي الاهلي، انا بدعو المسؤولين ترجع لتصريحات شيكابالا في اخر مداخلة على قناة نادي الزمالك مع الكابتن محمد ابو العلا. قال نصيا انا هاخد حقي بدراعي ومحدش يلومني على اللي انا هعمله، ارجعوا للمداخله. قال كده بالظبط، انتوا بتعاقبوا الجماهير بمباراتين، ما دي اللائحه. قال انا العقاب ده مش عاجبني، هو مش عاجبه، انا هاخد حقي بالطريقه اللي تريحني ويبقى حد يكلمني. خد حقه من وجهه نظره في مباراه الانتاج لما راح مع جماهير نادي الزمالك يسيء للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وهنتناول فكره ابطال العالمين عشان يعرف حتى ان فكره الغنى اللي بتغنوه هو اساسا في تضليل. لان لو ابطال العالمين فالنادي الاهلي معروف هو ابطال العالمين، ابطال على كل فرق القاره، لكن انت اول فرق القاره دي انا بطل عليك. تخيل انت اكتر واحد شرفت ان انت تكون وصيف البطل، فانا بطل عليك قبل اي حد، قبل اي فريق تاني. لكن ده الكلام اللي ردده رموز نادي الزمالك. لكن اللي حط اساس المشكله واتكلم بوضوح في المشكله وبمنتهى البساطه هو الاستاذ مرسي عطله، احد يعني الرؤساء السابقين لنادي الزمالك. يمكن كانت فتره قصيره ولكن في النهايه بيشهد له دايما بالاحترام. نسمع الاستاذ مرسي عطله فسر مشكله شيكابالا ازاي. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ الذين تولوه لو من اول غلطه عوتب هيبتدع، لكن اللي حصل انت بتدلل. فلما تدلل انت ابنك في البيت لو من اول غلطه بتقول له لا هنا وبيحس ان في عقاب وعقاب رادع، بعد كده هتكسبه ويكسب الولد نفسه. انما لما احس ان انا مهما اعمل وهو الدلع ايه والولاد اللي بتبوظ وبتخسر وبتعمل ايه من ايه، ما هو عدم وجود الربايه للصح. والربايه مش معناها القسوه، الربايه معناها التقويم. ودي اولاد في مراحل سنيه مبكره، وانت كنت لاعب كره فجاه بتشعر ان انت ما كناش معلش كانت يعني بتبقى موجوده. بس اختصار شديد، ازمه شيكابالا في نادي الزمالك قالها الاستاذ مرسي عطله. تشبيه اكتر من رائع لما يتكلم عن طفلك، لو انت ما عرفتش تربيه صح ولو انت دللته هيصل لهذه المرحله. فكانت المشكله والربايه زي ما قال بنفس المصطلح مش فكره القسوه قد ما هي فكره التقويم. كلنا بنكون حريصين على اي موهبه انها تكمل، بس تكمل بالاحترام بالاخلاقيات يتم تقويمها. لكن ما حدث في تاريخ شيكابالا من وقائع كتيره جدا 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 وتعددت اكثر من مره، ويمكن ما فيش موسم بيعدي علينا الا لما نذكر وقع فجه لشيكابالا. كان الموسم اللي فات السوبر المصري في الامارات عمل وقع، اصلا الوقع اللي عملها شيكابالا في المباراه دي كانت تستحق الشطب، ولكن خرج ناس وخرج اعلاميين نادي الزمالك وعلى راسهم الكابتن خالد غندور يقول لك ده بتحصل، ده رونالدو بيعملها في اليوفي، ده مش عارف مين بيعملها مع فرق اخرى، والدوريات الاجنبيه فيها وفيها وفيها وفيها. فكره دفاع 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 عن شيء خطا خطا خطا. احنا لما حصل الكلام ده من حسام عاشور ورمضان صبحي طلعنا هنا في نفس البرنامج قلنا يتعاقبوا، مش هندافع عن غلط ولا لعيب غلط، قلنا يتعاقبوا تتطبق عليهم اللائحه. احنا هنا في برنامج الاهلي خط احمر طالبنا بده، لكن هناك انتم متضايقين من شيكابالا،
انتوا زعلانين من شيكابالا عشان شيكابالا اسطوره عشان ارقام شيكابالا، كلام كله في النهايه وصل شيكابالا للمرحله اللي وصل ليها. لما تيجي بعد تاريخ طويل تفتكر اسم شيكابالا، صدقني اول حاجه هتيجي في بالك انت التجاوزات، الاساءه، الخروج عن النص، مش هتلاقي له تاثير في البطولات ان وجدت يعني بطولات يكون مؤثر فيها شيكابالا. سمع، هي محاوله خلق شيء مؤثر يعوض البطولات. ما انا لما اخلق رمز واحاول انا اصنع رمز، هحاول اضخمه وهحاول اعظمه. اذا كان الرمز ده ملوش تاريخ كبطولات بيشيلها، لما تحط السي في كده هتلاقي لعيبه كتير جدا عدت جنب سور النادي الاهلي بس تاريخها يتجاوز شيكابالا بمراحل. لما تيجي تتكلم عن اللعيبه اللي ساهمت دوليا واللي كان لها تاثير هتلاقي شيكابالا مش موجود. حاجات كتير جدا حتى في الدربيات هتلاقيه تصنيفه في اخر القايمه لما تيجي تبص عن اللعيبه اللي لها تاثير. هو ليه تاثير بس من قليل قوي، تاثير في الاخر قوي. كل ده مش موجود، فهتحاول تعمل ايه؟ تصنع بطوله موازيه، وهي انك تعيش في عالم افتراضي شايف ان النادي الاهلي فيه مش بطل عليك، شايف ان انت ما عندكش اخطاء، شايف ان اعلامك ان انت بيقول لك كمل، شايف انك ضحيه او انت مظلوم. كل ده كل ده هو المختلف. عشان حتى كده لما انت قلت لي في حته المقارنه، هو انا معاك، بالعكس احنا هنا يا جماعه جينا نفسنا وده اللي هنروح له في اللي جاي. اتكلمنا في واقعه حسام عاشور وكان لنا موقف فيها ان قلنا ده غلط. ليه؟ لان اصلا منهجيه النادي الاهلي هتخلينا واحنا قاعدين هنا لو ما قلناش لجمهورنا ان ده غلط الجمهور مش هيحترمنا. انما على الجانب الاخر انت كمشجع عايز تسمع ان ده صح، وعايز تسمع ان قول واشتم وسيء، انما احنا ده مش منهجنا. وعشان تشوف التناقض زي ما اتكلمنا، اللي كان بيدافع عن لقطه شيكابالا في السوبر في الامارات وهو بيعمل حركه مسيئه لجمهور النادي الاهلي وبيقول ده عادي، هو احد اسباب الظاهره دي، وهو خالد الغندور، لانه من زمان كان عنده راي مخالف. يمكن لو ثبت عليه زي ناس كتير جدا كان اصلح شيء قبل ما الامور توصل للي وصلت عليه في شيكابالا. تعالوا نسمع قال ايه خالد الغندور. هنروح لشيكابالا اللي انا شخصيا بحبه جدا، بعشقه والله العظيم. شيكابالا ده بشوف ان هو واحد من افضل واحرف اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، ولكن للاسف من هو صغير شخصيته كده. يعني عايز اقول لكم ان هو عنده 14 15 سنه كان بيتخانق مع المدير الفني بتاعه ويطلع ويسيب الملعب ويعلي صوته بره الملعب، في اوقات تلاقيه طيب جدا جدا جدا، وفجاه تلاقيه انفجر فجأة واعترض فجأة وعمل حاجات غير منطقية. أنا مش عارف شيكابالا هل ممكن هو ما واحد يجي يتكلم معاه، ممكن لما يجي يتكلم معاه ويقول له غلط يا شيكابالا هو هيفهم ده، ولا خلاص هي دي الشخصية، هي دي شخصيته كده يعني خلاص حاش يقدر يغيره. في وقت يكون طيب، وقت يكون متنرفز، وقت يخرج عن النص، وقت يتخانق. وشفنا على مدار يعني الانسان اللي بيتعلم ما يعمل خطا مره او التالته يعني يتعلم، لكن من الواضح ان شيكابالا على مر عنده 26 سنه بقاله في كره القدم 10 سنين، في ال 10 سنين ما فيش سنه بتعدي الا ما لازم شيكابالا يكون عامل مشكله مع جمهور الاهلي او جمهور الزمالك او حسن شحاته او قبل كده حسام حسن، او غياب ويروح حفله ويسيب معسكر، او يتخانق مع زمايله، او يتخانق مع هاني سعيد وهاني سعيد من كتر غيظه ويروح شايط الحديد ويعمل عمليه ويغيب 3 شهور، او يتغير فيتضايق من حسام حسن قبل كده، يتغير فيتضايق من حسن شحاته ويقعد 3 ايام يجي له برد، او ما يروحش المنتخب ويقفل تليفوناته والناس تقعد تدور عليه وعمرو الجناين يروح له البيت، وبعد كده حسن شحاته يهدد لو ما جاش المنتخب. يعني انا بحيي خالد الغندور اللي لو انسان عايز يوصف مشاكل شيكابالا كلها بكل التجاوزات اللي حصلت مع مدربين، بكل التقصير، بكل الاساءات اللي فيما تخص احداث او جمهور او رؤساء انديه، او فكره سيكولوجيه الشخص اللي النهارده الدنيا تمام، او اللي ما بيتعلمش من اخطائه وبيفضل يكررها كل مره وكل مره يسيء تاني وكل مره يتجاوز وما يشوفش ان عنده حاجه غلط. كل حاجه قيمها خالد الغندور، بس ده خالد الغندور بتاع ايه؟ تدريب. انما دلوقتي خالد الغندور بتاع ايه؟ اللي خلاص انا مصنف لازم اسمع الجمهور اللي هو عايزه. كلكم مذنبين
وبكررها للمرة المليون، كلكم مذنبين، ولو انتم مذنبين في حق تاريخكم وفي حق ناديكم وفي حق ان انتم عايزين تعملوا منه أسطورة فده بعيد عن النادي الأهلي، إنما مش هنسمح ان حد يذنب او يسيء او يتجاوز في حق النادي الأهلي. واللي أساء للنادي الأهلي ككيان وكبطولات وكتاريخ لازم يتعاقب، ولازم هيكون في موقف، والمرة دي مش هتعدي، وخليكوا فاكرين ده كويس. المرة دي مش هتعدي، وزي ما قلنا في إساءة حصلت لجماهير النادي الأهلي، من حق أحمد مجاهد هو حر يسمح في الإساءة اللي حصلت ليه في محاولة اعتداء شيكابالا عليه، ده موضوع هو وشأنه. أخيرا بس، الناس اللي بتحاول تصور الأمر بين شيكابالا وأحمد مجاهد زي اللي حصل بين محمد فضل وكهربا، هو محاولة برضو لنقل صورة مغلوطة. ليه؟ احنا في البرنامج برضو هنا طلعنا قلنا ان محمد فضل لم يتصرف تصرف المسؤول، على عكس اللي عمله الكابتن او الباشمهندس احمد مجاهد، هو تصرف تصرف المسؤول. دي لقطة رسمية ما ينفعش اطفال واسر يدخلوا فيها. شيكابالا حاول يحتك معاه، عمل ايه؟ سابه ومشي. شيكابالا اصر على الاعتداء او محاولة الاعتداء على رئيس اتحاد الكرة ولف وراه ومشي وراه، والكابتن او الباشمهندس احمد مجاهد ساب اللاعب، لان ما ينفعش يدخل مع اللاعب في شجار، لان وقتها قلنا ده مش هيبقى موقف مسؤول. ازمه بقى كهربا ومحمد فضل، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مؤمن زكريا جاي، فكهربا رايح ياخد ايد مؤمن زكريا ويمشي معاه. اول موقف رد فعل حصل كان من محمد فضل، عمل ايه؟ زق كهربا، كهربا قام شايل ايد محمد فضل ومكمل في طريقه. محمد فضل أصر على زق كهربا، وهو أول واحد لمس كهربا، المسؤول هو اللي لمس اللاعب، على عكس اللي حصل من أحمد مجاهد. وقلنا وقتها لازم كان محمد فضل يسيب المكان في النهاية، لو كهربا أخطأ عاقبه، لكن اللي حصل إن هو اللي بدأ بالمشاجرة أو الشد أو الجذب مع كهربا، على عكس اللي حصل هنا. باشمهندس أحمد مجاهد سابه، شيكابالا هو اللي كان مصر على محاولة الاعتداء عليه. ففكرة إن أنت تقول دي زي دي لا، ولو كان في حد كان المفترض يوقع عليه عقوبة في أزمة كهربا محمد فضل، أعتقد كنا عارفين إن الكابتن محمد فضل مش كهربا. لكن حاليا أمر المشاجرة بين الباشمهندس أحمد مجاهد هو حر، اتكلم فيه زي ما هو عايز، يتهاون في حقه هو حر، لكن حق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي غير مسموح بالتهاون فيه. وبالتالي احنا منتظرين عقوبة شيكابالا في إساءته لجماهير النادي الأهلي بالكذب حتى والتضليل في فكرة أبطال على مين، إحنا أبطال على أي فريق داخل قارة أفريقيا. هنرد ونوضح إن أبطال على مين هي بالورقة والقلم مش بالكلام المرسل، لأن أنت داخليا عارف كويس قوي إن أنا أصلا موجود في المشهد عشان أكون بطل وبس. ولكن رسالة أخيرة، حق النادي الأهلي وجمهوره ما بيتسابش، واللي أساء للنادي الأهلي لازم يعاقب. كنت عايزه يحضر يستلم الدرع، أعتقد دلوقتي ما بقاش في مبرر لعدم العقاب، لأن المشهد أصبح بيسيء للكرة المصرية ككل. وزي ما قلنا خلوق طه بصري، شوف الاسم اللي هتحطه قبل اسمك إيه عند جمهور النادي الأهلي. نشوفكم بعد الفاصل، وهتستمر الحلقة في سكونتر.